أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا متواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة، وسعيد دائما متواجدي معك في هذا البرنامج. الله يخليك أبو عزيز. أبو غازي، الصقر ولا الصقر؟ والله يعني الصقر والصغير الصقر. أي طبعا من المجلات القطرية الرائدة، أكيد الثمانينات يعني كانت تنافس الرياضي الكويتية، رياضي العرب. لأنه كان رئيس تحريرها إنسان محنك إعلامي من رميحي، أي من الأي تو زد. نعم صحيح، هذا العدد أبريل 1980 1980 أبريل هو شهر 4 1980 منتخب الكويت. هذا غلاف العدد صحيح. هذا هولمز، هذا طبعا والله عاد ما كم ابو فهد انا كلش انا ما اعرف الا محمد علي وتايسون بس. اي لا ما اعرف هذا الصراحه، يمكن اذا نشوف اعتقد لا مو والله كنا هولمز. براس الحجري فاز السد على العربي اللي هو سيف الحجري، صحيح، مهاجم السد الذي سجل براسه هدف الفوز. سيف الحجري اي فاز سيف الحجري هدف الفوز في المباراة الفاصلة. طبعا الديربي هناك السد والعربي طبعا والريانة. نعم، احتفظ بلقب بطل دوري السد في الثانية الأخيرة من آخر مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. فاز العربي على السد 2-1، فتأجل إعلان البطل حتى تقام يعني مباراة فاصلة، وفعلا طبعا قيمت مباراة فاصلة وحصل السد على بطولة الدوري. مستويات متناغمة ومفاجآت لا تفسير لها، أمتع ما شاهد ما شاهدته المسابقة ماراثون السد والعربي. هذا طبعا سيف الحجري حاملا الكأس، أيضا كنا مبارك عنبر، هذا رقم 5، هذا مبارك عنبري كابتن السد، اي مبارك خالد سلمان بالسد. هذا طبعا العقيد الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية يسلم كأس البطولة لكابتن السد مبارك عنبر. صدق نادي العربي القطري كان يعني من افضل الانديه، كان في مجموعه من اللاعبين خلفان ابراهيم، ابراهيم خلفان، وايضا علي زيد، وايضا ماجد الصايغ، حتى السد وفايز، وحتى السد يعني بس يعني كان في فتره من فترات من سنه، تتكلم عن سنه 80 ابريل 80 81 صحوه كانت الكره القطريه. طبعا هني سجل ابطال دوري الدرجه الاولى، اول بطوله كانت 72 73، صحيح، حصل عليها نادي الاستقلال، هذا مو موجود كل يوم بفهد، صحيح، اي بس يعتبر عميد الانديه النادي الاهلي القطري. 73 74 السد، 74 75 الغيت بطوله الدوري القطري، 75 76 الريان، 76 77 الاستغلال، 77 78 الريان، 78 79 السد، و 79 80 السد. طبعا في لقاء جميل مع لاعب يعني مقل في الظهور الاعلامي، وأنا الحقيقة سعدت لما شفت هذا اللقاء عشان نعرضه للسادة مشاهدين. شوقتنا. طبعا مع أمين سر نادي العربي، من هو فهد؟ نادي العربي الكويتي؟ إيه. عبد الرحمن الدولة. أي سنة؟ سنة 80؟ هذه طبعا سنة 1980. 1980؟ إيه. موسى راشد. موسى راشد صحيح، اي رحمة الله عليه. موسى راشد طبعا من رجالات النادي العربي، يعني انا شفت الشيف العربي في السبعينيات وكذا كان مقل بالظهور الاعلامي، صحيح، لكن الرجل فعلا يعتبر من جيل الرواد، صحيح، في النادي العربي. اعزائي المشاهدين لا تبعدوا، خليكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا نتكلم في البارت الأول طبعا نرجع لمجلة الصقر اللي سنة في أبريل 1980. شو يقول موسى راشد الله يرحمه ميسر نادي العربي؟ يقول بدأنا من الصفر، فعاد الدوري لنا بعد خصام 10 سنوات. صحيح. طبعا مثل ما قلنا هاي صورة للنادي العربي، صورة لعبد الله بلوشي، وصورة لسامي الحشاش. عودة اللاعب غير المواطن اسطوانه لن نكررها،
فتحي كميل ابن للنادي ولكن لا نقبل المساومة. يقول لأن النادي العربي ومعديف مكاي كانوا حريصين على أنهم يأخذون فتحي كميل النادي العربي، وكان بالنسبة لي بوجهة نظر الشخصية فتحي كميل لو لاعب بالعربي ممكن نشاهد دبل من مستواه، يعني فتحي قدم 50% من مستواه مع نادي التضامن، لكن مع العربي لو أنه مشارك مع العربي كان يعني العربي يستعينون فيه مباراة تجربية. يقول طبعا موسى راشد يقول نادي العربي من الأندية الرائدة في الكويت صح، ويتمتع برصيد شعبي كبير صحيح، وما يزال أمل كثير من اللاعبين اللعب العربي صحيح، وجمهورنا لم ينقص، يعني خلال 10 سنوات اللي ما خذينا الدوري فيها جمهورنا ما نقص صحيح، بل زاد في هذه الفترة في 10 سنوات جمهور عربي لأن وفي. جمهور وفي ما شاء الله عليك وفايد مخلص، حتى الفترة اللي نعيش حنا الحين يبين على الجمهور العربي شلون مخلص وصبور، وقف بجانب الفريق في سنوات العجاف حتى عاد للمستوى اللائق به، لدرجة أن ميزانية النادي العربي في الموسم الأخير بلغت 300,000 دينار بالرغم أن ما نأخذه من الدولة لا يزيد عن 100,000 دينار والفارق كله يجي إيرادات المباريات شوف صحيح. التي يعني سكرت يعني غطت مصاريف النادي الشهرية اللي كان تقريبا 10,000 دينار رحمة الله عليه موسى راشد أيه؟ يعني كان يتكلم عن 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 10 سنين عجاف، ما يدري انه راح نوصل 18 سنه النادي العربي ما ياخذ الدوري فيها. موسى راشد كرم النادي العربي بتسميه الملعب الثاني الملعب الفرعي باسم رحمه الله عليه صراحه موسى راشد الفهد، راشد الفهد من من من, من رجالات النادي العربي. نعم. اللي مستحيل اذا بتذكر رجالات النادي العربي انك تتعدى الاسم هذا صحيح. طبعا هاي صوره جميله حق موسى راشد الله يرحمه العم موسى راشد يقول لك نجوم العربي يقولون يضم العربي مجموعه من النجوم ساهموا في اكمال مسيره فريقهم بنجاح الى عرش الدوري، منهم كابتن الفريق علي الملة المهاجم الذكي اللي استطاع قياده فريقه مهاره وثقه صحيح، واعلن انه قرر الاعتزال عقب نهايه مباريات الكاس، قال ان الفوز بالبطوله كان امنيه غاليه لدي لتكون المحطه الاخيره في رحله حياته الكرويه وحق يعني. وبعدين عبد الله بلوشي، اما عبد الله بلوشي 20 سنه كان عمره صحيح، يقول نجم خط الوسط والذي ضم الفريق الاول في عام 1976 فقال انه كان يتوقع فوز فريقه بالبطوله لان كانت البدايه بدايه الموسم بدايتهم قويه، ورغم اهتزاز مستوى الفريق في الدور الثاني فان اللاعبين بذلوا مجهود كبير لاحتضان البطوله اللي طبعا اشتاقوا لهذه البطوله. احمد خرف يعني اخيرا اخطر مهاجمي الفريق وهداف الاول 17 هدفا، يقول رغم ان الاصابه بعدته عن اكثر يعني مباراه يعني اكثر مباراه كانت سعادتي كبيره جدا لان استعدنا البطوله بعد غياب طويل. طبعا موسى سنه 80 العربي اخذ الدوري بعد 10 سنوات وطلع من الكاس امام نادي الكويت بهدف عرز عبد العزيز العنبري. هذه الصور طبعا كذلك علي الملة وعبد النبي حافظ ومحمد كرم. مجله قطريه يعني لكنها تهتم في الدوري الكويتي اللي كان قبله يعني للاعلام بشكل عام في الدول العربيه ودول الخليج. وصلنا للتجوري ابو غازي. نعم. طبعا هذا كتاب الكره مصوره كتاب جميل لاشراف فيصل الجناعي وتصوير كمال مهدي. عندنا هاي الصوره. الصوره هذه حلوه لما احنا نتكلم عن النادي العربي في مجموعه من لعيبه النادي العربي، طبعا الصوره موجوده من فوق الكابتن عادل الخليفي والكابتن عيد مطلق والكابتن عادل عباس والكابتن سمير سعيد والكابتن الجميل جدا مفيصل كابتن عبد الله بلوشي، وهذه اعتقد سنه 88 الصوره هذه. اعزائي المشاهدين مع الصوره الجميله لنجوم الكره الكويتيه نصل الى نهايه حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد العبد الجليل، الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، مع السلامه.